إننا نعجب أيها الإخوة في الوقت المبكر الذي نشرت فيه بعض الصحف القريبة منا، نشرت إحدى الصحف الكويتية خبراً يقول إن هذه الدولة ليس لديها مانع من مشاركة بعض الشركات العالمية المتورطة في التعامل مع إسرائيل في إعمال الكويت، وأنها سوف تخفف هذه الشروط وإن لم تتخلى بشكل نهائي عن المقاطعة لإسرائيل. ونعجب أكثر حينما نجد رجلاً ذو علاقة بموقع السلطة يكتب في صحيفة سيارة أيضاً ويقول: لماذا نظل نصر على محاربة إسرائيل مع أنها أثبتت خلال حرب الخليج أنها معنا بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ولماذا نظل على عدائنا لها مع الأشياء الكبيرة التي قدمها لنا والتضحيات الجسيمة التي تحملتها في سبيل إنجاح موقفنا في حرب الخليج؟ إن هؤلاء لم يعد الفيصل بينهم وبين الناس كل الناس هو القرآن والسنة فيقربون الناس أو يبعدونهم بحسب هذا أو ذاك، كلا، بل أصبح الفيصل بينهم وبين شعوب العالم كلها هي قضية حرب الخليج. فمن كان معهم في حرب الخليج فهو أحب الناس إليهم ولو كان أكبر الكافرين وأشد الأعداء وأشد الطغاة، ومن كان ضدهم أو على الأقل التزم بموقف ليس واضحا في شجب العدوان العراقي فإنه يعتبر عدواً لدوداً لهم ولا مانع لدى هؤلاء، أعني أولئك الصحفيين الذين كتبوا مثل هذه المقالات ومن كان على شاكلتهم وعلى مذهبهم، لا مانع لديهم أن يستعينوا بإسرائيل مثلاً ومن وراء إسرائيل ومن دونها، وأن يستعينوا حتى بالشيطان في مواجهة بعض القوى وبعض الدول التي تحالفت مع العراق أو اتخذت موقفاً عادياً ليس مؤيداً ولا رافضاً. ونحن نقول بكل تأكيد إن الدول التي وقفت مع العدوان العراقي هي دول ظالمة آثمة مهما كانت وبأي زي تزيت أو أي شعار رفعت، وهذا أمر لا شك فيه، ونحن جميعاً كنا من قبل ولا زلنا نقوله ويقوله معنا كل المخلصين وكل المطالبين بالعدل.